لا لا ولدي، شوف الاجواء والو، ولا كلشي واجد. بكري راه كنا كنصيبو المخرقه ونصيبو السلو ونصيبو كلشي بيدينا، دابا كلشي ولا كان الزنقه. لا اجواء لا ريحه ديال هادشي لا والو، مشات الاجواء ديال مع وقتها. والان لا لا، الاجواء ما كاين حتى حاجه، كلشي ولا موظف، كلشي خدام، يعني حتى واحد ما كيقدر يجلس في دارو صابت على خاطرو، فهمتي؟ فرونشمون قبل كان احسن دابا، جميع الاشياء قبل كان احسن دابا. ايوا خيي بنادم، التربيه ما كايناش، الوالدين ما كربوش. عندك مثال داك الشغب اللي كان في الملاعب وكانوا والدين مربينهم كاع، ما يديروا داك الشغب. يعني الخطا ديالنا حنايا، حنا اللي ما ربيناش ولادنا. هذا واش نقدر نقول لك؟ الوقت تغير، ماشي الوقت، البشر تغير. كاين دابا بحال دابا كاين بعض الشباب اللي مربيين الله عمرها دار، وكاين الاغلبيه ما مربيينش. وملي كدير حنا كنا شي واحد من الحومه، شي راجل الحومه كنشوفو كنغبرو، دابا كيدوي معاه كيشعل معاه، ما بقات شي، ماشي غير رمضان، كلشي ما بقى حتى حاجه، لا مسلسلات لا رمضان لا معامله لا والو. الاجواء ديال رمضان كما تعرف ما بقاوش بحال شحال هادي، يعني اليوم ولينا تنشوفوا واحد رمضان اللي سا شونجي، ما بقاش هذاك يعني تعاطف بزاف وهذاك الايمان كما كنا تنحسوا به في شحال هادي، يعني فاش كنا حنا صغار. اوجوردي دابا ولا كلشي تكنولوجي، يعني تتصوم بالسوايع، خصك تحاسب مع المغرب وقتاش يوصل، هي تيوصل صافي تتفطر، خصك تخرج ترجع ليزاكتيفيتي ديالك ديال اللي تدير في الفطار. يعني الصراحه ماشي رمضان حقيقه رمضان ماشي هي هذه. رمضان خصك يعني الانسان خصو يتواصل مع العائله ديالو، خصو يترحم على الناس ويرحم الناس ويكون فيه شويه الايمان، ايمان كبير. ما بقاش اخي دابا الايمان سي بلو كوم افون، توت ا شونجي. دابا رمضان ولا يعني فريمون مشى في واحد السياق ان خصك تصوم 12 ساعة ولا 13 ساعة صافي، هادشي اللي عندك بحال بروغرام، بحال بروغرام. و سيرتو الناس اللي تيقول لك تيخرجوا بالعشاء تيقول لك نمشي نجيب المغرب، هذا راه خطأ. يعني المغرب راه جاي بهم ولا بلا ميهم، يعني شكرا تشكروا منهم يجيبوا لنا المغرب، ولكن راه المغرب جاي. الانسان خصو يصلي، خصو يعبد الله ويرجع لطريق الله، سيرتو في رمضان، باسكو رمضان هو اعز الشهر عند الله سبحانه وتعالى. لا مازالين هي هذيك، زعما رمضان بحال اللي دائما كان شويه ديال التمره فيه والصيام والقران وصافي والعباده، وبحال اللي كان حتى ما كنخرج ما والو، ما كنعرفش شنو كاين في برا، ولكن في الدار هي هذيك. ندوزو النهار كله ديال 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 ندير قرا شويه القران، ندير شويه شغل هذا، وفي الليل كنعيا شويه الصلاه التراويح والناس، وهذاك الشيء ما كنخرج. الراجل اللي مكلف بداك الشيء انا ما كنخرج، ما كنعرفش شنو كيدير. لا تغيروا بزاف، لا من ناحيه كل شيء، علاش؟ المعامله ولا التكافل بين الاسر. وكانوا الناس ديال الملك نحنا شباب صغار، كانت الامور مزيانه وكان الرخاء، ها؟ وكان الانسان يراعي الخو المسلم الدرويش الكتار هذه. دابا ولا كلنا كيجري على راسه، كلنا كيعرف راسه، وغلى الشغل هاد الازمات، ها كورونا، ها الحرب على اوكرانيا وروسيا. وكان عاوتاني كانوا بزاف ديال الحوايج، كانوا المقاطعات كيفرقوا المعاونه ديال الهيبات كتجيهم من برا، ها تيفرقوا على الدراويش مقيدين ومقدمين، تيعطيو الزيت الدقيق السكر اتاي الزبده، وداك الشيء دابا ما بقاش. كنا ديك الساعه كنقراو في ابتدائي، اول مره صمنا كيعطيونا الحليب في ديك ديال الغلاله، ها النهار الاول والعيالات فرحانين والجيران وكذا وداك الشيء. ايوا عاوتاني كان الرياضه، كنلعبوا الكره بزاف، كانت التواسع، كانوا التيرانات، وكان البني ما كاينش غير خلا، ونلعبوا هنا نلعبوا لهاد الجهه، هبطوا لشاله الدوم البرواق، الطبيعه الطيور، نهبطوا جيت واد بوركراك عاوتاني فين ما مشينا كنلعبوا. والان؟ الان ما بقى ولا تيرانات لا تلعب، يا الله بدا هادشي ديال القرب شويه، كاين اللي مستافد فيه، كاين اللي ما عندهمش كاع اصلا، كاين المدينه اللي ما كتلقاش فيها كاع شي ملعب ديال القرب.
يعني كاريمون تبدلوا الاجواء. وتغيرت بزاف، وبالليل كنسهروا كنلعبوا دينيفري كنلعبوا حابه كنلعبوا بزاف د الحوايج. ودابا بنهار مورا الجوج تصور كنمشيو للتيران في ابو بكر الصديق في اليوسفيه، كان غير التيران، كان من الجوج وحنا شادين كره حتى تيقرب يودن، وكنمشيو للحمام، حمام الفن، ديك الساعه الحمام شحال ب 10 دريال، كندخلوا الكسال مسكين كي داك الكلاس كيحماق، بقاو حنا كنلعبوا كنتقاتلوا بالسطول، المهم كتخرج كتمشي للدار عاوتاني، تفطر داك الفطور ماشي بحال دابا الطبله فيها 100 تبصيل، ديك الساعه قهيوه شفنج، اتاي مسمنات حريره. صافي ونخرجوا عاوتاني، يا اما شي سينما موريطانيا ستار، دابا حتى السينمات ما بقاو، ما بقى الزهوية نهار تبنات، كنا كنمشيو لها حتى هي وينيا كانت غالية شوية، كانوا حابسين علينا كيدخلوا لها غير النصارى، إيوا والأمور أخي تغيرت كما تغير الإنسان. لا لا ما بقاش تبدل ولا تغير آخر، يعني رمضان كان بالوقت ديالو، كان الناس تيفرحوا لي، ما دابا ما بقات عنده معنى، ما بقى عنده والو. تحكي لينا شويه الاجواء ديالو في صغرك. ايوا بكري كان مزيان وكنا تنفرحوا ليه وفرحوا ليه الكبار والصغار، وكتكون المناسبه ديالو مزيان وفيه الرخاء وفيه كل شيء، ولكن دابا الوقت ماشي هي هذيك. شنو الحوايج اللي ما بقاوش؟ بزاف الناس تغيروا ولا شويه ديال الكذوب ولا شويه ديال النفاق ولا بزاف الحالات اللي تغيرت، لكن كلشي ديال الله. تما كان غير الحريره والقهوه والخبز ديال الشعير، هادشي اللي كان، ولكن دابا بزاف تبدير بزاف، الناس كيبدلوا كيجيبوا عندهم الشهيه كياكلوا بالعينين ما كياكلوش بالعقل، تيجيبوا داكشي بزاف وبدا ياكلوا شي ياكلوا شي يلوحوا داكشي ما خدامش. الله يجعل البركه، كل كيدي حقه، الغلا كتدي منه حقه والرخاء كتدي منه حقه، وكيبقى الامر ديال الله وصافي. وباقيه هي شويه كاين ديال الاسعار شويه غاليه، وكاين الانسان ما خدامش شويه يحصل العاون، الانسان كلشي تزاد فهمتيني، ورمضان هو رمضان فهمتيني، باقي كلشي باقي، باقي كل شيء، باقي الصلاه كيما العاده، باقي الناس كيمشوا عند الاحباب ديالهم فهمتي، باقي الطقوس هي باقي الطقوس، الطقوس هي باقي، وشويه التبديل عاوتاني كاين في الطبله، الانسان خاصو ما يبدرش، يكون التبديل ما يكونش فهمتيني، يكون الانسان داك الشيء على حساب اللسان، الحاجه اللي غالي غتسالك حساب ستيلك، وكنفطروا كيما خلاو داك الشيء ديال والدينا، شويه ديال الحريره، شويه الحوت، شويه ديال المخيمرات، شويه ديال هذه، المهم داكشي على الحساب اللي خلاونا الوالد ديال الوالدين ديالنا راه كنفطروا به. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.